أخبار اليوم. المسيرة دي بالذات ليها طعم مختلف. يعني الجمع حتى اللي موجود جمع رموز كبيرة بقيادة طبعا فنان العظيم الأستاذ عادل إمام وكل بقى النجوم الموجودين. يعني احنا من المسيرة دي بس عايزين نقول يعني ان احنا عايزين نشط السياحة الداخلية اكتر الفترة دي على الاقل، عشان في فنادق كتير قوي ممكن تقفل، في اسر كتير جدا ممكن تتضرر، كل الشباب اللي كان شغالين هنا يعني الناس دي هتتعب بجد يعني. فاحنا بنحاول نعمل اي حاجة، لان احنا كفنانين طبعا هنبقى وجهة مشرفة بلدنا ونقدر نستقطب كل الإخوة العرب، وده دورهم ان هم يقفوا جنبنا في المحنة اللي احنا بنمر بيها دي الى ان يثبت يعني ان احنا ملناش اي علاقة بحكاية الطيارة اللي حصل دي خالص يعني، وده بيحصل في كل بلاد العالم يعني. فاعتقد انها فترة بسيطة وحتمر على خير ان شاء الله، يعني اتمنى كده يعني ان شاء الله. حضرتك عرفت ان القرار النهارده طلع من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين المطارات في حين ان روسيا ترجع حالتها لينا تاني؟ عرفت ده، وفي غضون يعني اسابيع يعني بسيطه شرم هتفتح وهيبقى فيه، بس احنا فعلا لازم نأمن كل شيء، مش المطارات بس، كل حاجه لازم معاملة السائح وكل حاجة، كل حاجة ناخد بالنا منها فعلا، لأن احنا فعلا ده مصدر جميل لمصر يعني. دخول السياحة العالمية عندنا هنا ده شيء جميل قوي قوي للبلد، فاحنا لازم نعرف قيمة ده ولازم ما نستهترش بيه ولازم نحافظ عليه ونحافظ على الناس دي ونحافظ على كل حاجة. ففعلا التأمين بقى بجد مش هزار، في كل شيء في كل شيء. ده أمر يعني فعلا لازم الناس كلها تكون ملتزمة بده إن شاء الله. عملت أغنية بالإنجليش، كان هدفك؟ يعني كان هدفي طبعا عايز أوصل للعالم كله إن إحنا بلد السلام يعني. أنا مش عامل أغنية يعني، إحنا كنا بس بنقول مقتطفات من أغاني عالمية معروفة عشان تقدر توصل للعالم إن إحنا يعني. أول حاجة إحنا في منتهى الحزن على اللي حصل طبعا للأرواح اللي فقدت، لكن في نفس الوقت احنا عايزين نقول ان احنا بنحاول ان احنا نوصل ان احنا برضو بلد الترحاب وبلد، وده وارد يحصل في اي حته يعني. في نفس الاسبوع او في نفس الشهر يعني حصل حاجه في 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 باريس يعني، ما لهاش علاقه بقى بالطيارات ولا حاجه، الناس موجوده على الارض اهي يعني. وارد يحصل ده في اي مكان، مشكله مش مشكله تامين طياره يعني. هي فرنسا مثلا كدوله كبيره ما قدرتش تامن ازاي الارهابيين دول دخلوا مثلا البلد وازاي توغلوا وازاي خططوا وازاي عملوا كل الكلام ده ازاي يعني. فده وارد يحصل في اي بلد في العالم، بس اعتقد ان احنا كمان موضوعنا ده لسه بقى في ايدين المخابرات بقى على الوفد اللي هم بيختاروه عشان ييجوا يشوفوا الطياره فيها ايه. ولكن يعني اقول لك على حاجه يعني، الرئيس بتاعهم مثلا مش هيوافق على رجوع وفتح المطارات ووجود الرعاه بتوعه هنا في بلدنا الا اذا كان متاكد ان احنا فعلا ما لناش يد في القصه دي، وان احنا بلد عندنا تامين قوي برضو، مش ما عندناش، لا عندنا تامين قوي. في مظاهره 25 في ثوره 25 يناير لما الدنيا وقفت خالص، روسيا هناك كانوا بيعملوا مظاهرات عشان ينزلوا شرم الشيخ. شرم الشيخ دي بالنسبه لهم حاجه يعني ما بالظبط، فاحنا بنقول لهم اهلا وسهلا بيكم في اي وقت يعني.